بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه قبل ما نروح لحلقتنا ونتكلم عن محتواها واللي النهارده ان شاء الله نقدمه لحضراتكم في الحلقه، الحقيقه بحب ابارك لجمهور النادي الاهلي العظيم على بطوله الدرع او حسم درع الدوري العام لكره القدم امبارح رسميا، والحصول على الدرع العام لبطوله الدوري. الحقيقه امبارح كانت فرحه جميله جدا لجمهور النادي الاهلي وكمان لمجلس ادارته ولينا كلنا. الجميل في المشهد بتاع امبارح، في كذا مشهد يعني الحقيقه يعني ناس كتير وزمايلي اتكلموا عنه، بس انا الحقيقه في مشهد يهمني جدا عشان نبين الفرق بين النادي الاهلي وغيره. امبارح اللعيبه كلها كانت بتحتفل، بتحتفل، ولكن عينيهم على ماتش الفاينل بتاع افريقيا. خلي بال حضراتكم حتى الكلام اللي صدر عن النادي الاهلي او حتى اللعيبه وتصريحاتها كابتن سيد عبد الحفيظ، الكل بيتكلم لا مبالغه في الفرحه، ان شاء الله الفرحه الكبيره مع فاينل بطوله افريقيا. ليه بقول الكلام ده؟ ده الفرق بين النادي الاهلي واي في نادي تاني. النادي التاني بيتعامل بالقطعه، ولو تفتكروا كنا قلنا زمان النادي الاهلي مش بيتعامل بماتش خسره، النادي الاهلي بيبص دايما على البطوله، والبطوله هي الهدف الاسمى مش الماتشات. عشان كده اللعيبه، جهاز فني، جهاز اداري، حتى الجمهور امبارح عينه على ماتش افريقيا. وعايز اقول سبحان الله رب دره نافعه. يعني ايه تاجيل بطوله افريقيا؟ شفنا يعني الكثير طبعا مجلس اداره النادي الاهلي امبارح، انا بتهيالي مفيش حد في فرحتهم، يعني بامانه حاجه جميله لما تحس ان مجهودك وتخطيطك بينتهي في النهايه بهذا المكسب الجميل، واللي حسم قبل كده كمان بكم اسبوع، يعني مش بس انت بتحسمه في اخر مباراه، لا اخر مباراه كانت احتفاليه. سبع اسابيع يعني انا عايز اقول لكم يعني صعب تلاقي دوري او الدوري بيتحسم بالشكل ده. بس خليني اقول لكم المشهد اللي انا يعني بحب اعلق عليه. لما حصل وعرفنا تاجيل بطوله افريقيا، في بعض طبعا الاهلاويه وجمهور النادي الاهلي قال لك طيب والوضع، لا لو فكرنا هنلاقي يعني سبحان الله ده لمصلحتنا. مصلحتنا ازاي؟ انه انت بتاجيل هذه المباراه عندك وقت كبير جدا ترجع لقمه تركيزك. خلي بالك الفرح ده اللي احنا شايفينه، والفرحه دي اكيد بتاخد شويه من التركيز، ولكن الفتره كافيه ان النادي الاهلي يرجع تاني تركيزه، خاصه اللعيبه عارفين الكلام ده، والجهاز الفني عارف الكلام ده، والجهاز الاداري عارف الكلام ده. الف مليون مبروك. المشهد الحقيقه ده شدني جدا، ان فرق البطوله مش دايما بتفرح بمكسب ماتش او بتبالغ في فرحتها، ولكن العبره بالنهايات زي ما بيقولوا. ان شاء الله بطوله افريقيا البطوله المحببه الينا كلنا، يمكن الدوري العام ما شاء الله 42 لقب، بطوله افريقيا يعني ان شاء الله باذن الله هي الفرحه الكبيره اللي فعلا مش هننام بعديها ان شاء الله. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك لينا احنا كاهلاويه على الدرع العام ان شاء الله. نرجع لحلقتنا. حلقتنا زي ما عودناكم بيبقى في النص الاول اخبار بتهم كل الرياضيين وخاصه جمهور النادي الاهلي، والنص الثاني بيكون معانا ضيوف وقصص ابطال. ابطالنا النهارده ووتر بولو. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الووتر بولو في النادي الاهلي عامل طفره كبيره جدا سواء على مستوى الناشئين او على مستوى الرجال. خليني بس اقول لحضراتكم ان الووتر بولو احنا ما عندناش فرقه سيدات، ولكن عندنا فرقه للرجال. زمان كان عندنا سيدات، ولكن الرجال بقالنا اربع خمس سنين ماشيين يعني بخطه ثابته للبطوله. ولو تفتكروا الحلقه اللي قبل اللي فاتت كنا قلنا واشدنا بالووتر بولو الفريق الاول بالرغم من خسارته، وقلنا خساره بطعم الفوز. خسروا قبل النهائي من نادي الجزيره، لعبوا بلاي اوفس من ثلاث ماتشات، كسبوا الاول خسروا الثاني تعادلوا الثالث راحوا على ضربات ترجيح، خسروا 13 11 بعد او 11 10 بعد ضربات جزاء 13 ضربه جزاء. انا عايز اقول لكم انه فريق الشباب 2003 بقياده الكابتن وليد وصفي الحقيقه عملوا انجاز كبير جدا. ايه هو الانجاز؟ السنه اللي فاتت خدوا بطوله الجمهوريه، والسنه دي خدوا بطوله الجمهوريه. طب جميل، السنه اللي فاتت والسنه دي بدون اي هزيمه، انتوا متخيلين؟ والسنه اللي فاتت زدنا على كده كمان كاس مصر. الحقيقه الجيل ده اللي يعني لو فكرنا شويه الجيل ده هو المستقبل. تعرفوا احنا رايحين فين لما تلاقي الدرجه الاولى ماشيه كده او الفريق الاول ماشي كده والناشئين طالعين وراهم كده؟ اعرف ان المستقبل ان شاء الله 10 سنين بتوعنا. كابتن وائل عزه كان معانا رئيس جهاز العاب الماء ووعد بكتير، والحقيقه وجود مدير فني صرب للفريق الاول فات القطاع كله. صدقوني مش هتلاقوا حد بيتكلم على الووتر بولو كده بالشكل ده، لان اللعبه دي فعلا مميزه جوه النادي الاهلي وكمان متميزه في مصر، وكلينا باع وزراع طويل جدا كمصر كمنتخبات في اللعبه دي. وان شاء الله لو النادي الاهلي رجع للصداره من غير ما نفكر ان شاء الله هتلاقي منتخبات مصر بترجع للصداره في اللعبه دي.
خلينا نروح للاخبار، وزي ما وعدناكم دايما بيكون في صداره الاخبار معانا كره اليد، عشان كاس العالم في يناير ان شاء الله يهم مصر كلها ما يهمناش بس. فطبعا اخبار كره اليد هتكون معانا، واول اخبارها طبعا هتبقى اخبار الفريق الاول لكره اليد في النادي الاهلي. كابتن طارق محروس، انتوا عارفين ان في 9 لعيبه راحوا مع منتخب مصر لكره اليد، الباقي اللاعبين اللي معاه لعب ماتشين مع الشمس والزهور وديا استعدادا لاستكمال الدوري. طبعا زي ما انتم عارفين في 9 لعيبه راحوا المنتخب: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، اسلام حسن، ابراهيم المصري، احمد عادل، محسن رمضان، احمد هشام سيسا، عبد الرحمن فيصل، والوافد الجديد عمر سامي. خليني اقول لحضراتكم، طب نستعد لايه؟ للدوري بتاع السنه اللي فاتت. الدوري السنه اللي فاتت كان فاضل جولتين، النادي الاهلي كان عنده نادي طلائع الجيش ونادي الزمالك، هيتلعبوا 12 و13 نوفمبر القادم. فطبعا كابتن طارق محروس عايز اللعيبه لما ترجع من المنتخب تلاقي اللعيبه اللي في الفريق على قدر المستوى الفني، ما بقاش في فرق سرعات زي ما بيقولوا بين اللاعبين اللي مع النادي واللي مع المنتخب. فالحقيقه الماتشين دول كانوا مهمين، والحقيقه كابتن طارق اللي اعرفه انه لسه بيدور على ماتشات ثانيه عشان يستعد للماتشين اللي جايين دول، وكل التوفيق طبعا لكابتن طارق محروس واللاعبين. هنروح لكره اليد سيدات، عندنا ماتش الزمالك بكره الساعه 6 ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل. خلي بالكم الماتش ده كان مقرر ليهم السبت اول امبارح، انا اسف، هيتلعب بكره ان شاء الله، بس للاسف عندنا 4 لاعبات هيغيبوا. عندنا حسام، غدا حسام، وساره حسام، الاثنين للاسف عندهم اصابه، يمكن ان شاء الله اسبوع وهيرجعوا. ولكن عندنا يارا شحاته وآية الحوشي، الاثنين عندهم اصابات طويله، يمكن يارا هترجع شهر 12، ده المخطط ليها مع الجهاز الطبي، آية الحوشي كمان اسبوعين. خلينا اقول لحضراتكم ان احنا الحمد لله كل ماتشاتنا كسبناها. كسبنا منوف الرياضي، حلوان العام، شامبيون الرحاب، وليدو 6 اكتوبر، والطيران. دوري السيدات احنا خسرناه السنه اللي فاتت، خدنا مركز ثاني، ولكن في يعني دعم جامد جدا من مجلس الاداره للفريق بلاعبات محترفات. شفنا سندس حشانه اللي انضمت للفريق، شفنا احلال والدفع بمجموعه كبيره من الناشئات. الحقيقه دوري السيدات 16 فرقه هيلعبوا رايح جاي، هيتحدد بطل الدوري، وبعد كده ياخدوا اول 4 فرق يلعبوا دوري السوبر. الحقيقه هيبقى موسم طويل عليهم، ربنا يوفقهم. كابتن يحيى يوسف المدير الفني كلنا ثقه فيه، وكلنا ثقه في اللاعبات. هنروح لكره السله رجال، طبعا زي ما حضراتكم عارفين الدوري واقف. الدوري واقف ليه؟ المنتخب متجمع في تصفيات بطوله افريقيا اللي هتتلعب يوم 27 28 29 تصفيات المنطقه الخمسه الافريقيه، هتلاقي في اسكندريه طبعا بقياده الكابتن مرعي مدير فني نادي الاتحاد، وايضا مدير فني منتخب مصر. انضم عندنا 5 لاعبين للمنتخب: عمرو الجندي، عمر طارق، ايهاب امين، حاتم البحيري، محمد ابو النصر. انا عايز اقف هنا بس، الخمس لعيبه طبعا احنا عندنا فيه لعيبه تستحق الانضمام للمنتخب، زي الجمال طبعا الفتره اللي فاتت كان عامل موسم عامل فتره كويسه، يمكن الاصابه اثرت عليه الموسم اللي فات، الموسم ده عامل موسم كويس جدا. عندنا مجموعه من اللاعبين تستحق تخش المنتخب، ولكن الخمس لاعبين خليني اقول لكم: عمر جندي، عمر طارق، ايهاب امين، طبعا حاتم البحيري، محمد ابو الناصر. 3 لعيبه من اللي رايحين المنتخب من الصفقات الجديده السنه دي والسنه اللي فاتت. ده يدل على ايه؟ ده يدل على الكواليتي والجوده اللي بيتم اختيار بيها اللاعبين اللي تنضم للنادي الاهلي، وده اللي كنا بنقوله زمان. ده اللي كنا بنقوله ايه؟ زمان، ان احنا محتاجين لعيبه من نوعيه معينه. عندنا عمرو الجندي، عمر طارق، ايهاب امين، الثلاثه خلال السنه اللي فاتت والسنه دي انضموا كصفقات جديده. الحقيقه ده برضو عندنا حاتم البحيري ايضا كان احد الصفقات اللي انضمت قبليهم بسنه. ومحمد ابو الناصر قبليهم بسنه. يعني قصدي اقول لكم انه النادي الاهلي دلوقتي مش بس صفقات، لا صفقات من جوده معينه جدا. وخلي بالكم ابو النصر اصلا من ناشئين الاهلي، يعني قصدي اقول لكم انه النادي الاهلي دلوقتي سواء في كل الالعاب، خلي بالكم حتى السيدات، بينقوا لعيبه من نوعيه معينه، ليفل 1، مش مسموح غير بليفل 1، ده تفكير عشان دايما نعتلي المنصه. الحقيقه ده اللي لفت نظري وحبيت اقول لكم عليه في طبعا في كره السله. نروح لقطاع الكرة الطائرة الناشئين، طبعا الناشئين 17 سنة بقيادة الكابتن نادر نبيل، كسبوا المقاولين 3-0. دايما عينينا على الناشئين لأن الناشئين هم نواة الدرجة الأولى. الماتش كان اتلعب في نادي الزهور بنية نصر، وإحنا الحمد لله أول الدوري، ومتوقع إن شاء الله إن إحنا نقدر نكسب بكل سهولة إن شاء الله. هنروح لناشئات الكرة الطائرة 16 سنة بقيادة طبعا كابتن عزب الشرباجي. فاز على القاهرة في بطولة المنطقة. طبعا الأهلي والفرقة دي بالذات مرشحة، ده كابتن عزب الشرباجي، الأهلي هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، وهيكون في منافس يعني منافسة بشكل معقول بالنسبة لوادي دجلة. أنا بس عايز أشيد بوادي دجلة في حتة. وادي دجلة عمل قاعدة كبيرة جدا من الرياضيين بالذات في الكرة الطائرة.
يعني عايز اقول لكم انه لما بيحصل القاعده بتكبر عمر ما ده ابدا يضر النادي الاهلي او يضر اي نادي بيبص على مستوى المنتخبات. النادي الاهلي نواه للمنتخبات. وادي دجله الحقيقه عمل قاعده عريضه من الناشئين ونتائج جيده الفتره اللي فاتت. الحقيقه في السن ده هيكون منافس النادي الاهلي، 16 سنه ناشئات، هيكون المنافس للنادي الاهلي هو وادي دجله. كل التحيه والتقدير طبعا لوادي دجله، ان شاء الله نتمنى نشوف فرق بتطلع وناشئين كبار. طيب هنروح لخبر يمكن الجمباز، يعني الجمباز مش واخد حقه بس احنا الحقيقه دايما متابعينه ودايما معاه. احنا كنا بقالنا كل حلقه بناخد جزء عن الاكاديميات، اكاديميات في كل الالعاب. يمكن خدنا الاول اكاديميات الطايره الناشئات او الصغيرين، خدنا الباسكت، خدنا الاسكواش، النهارده معانا الجمباز. طبعا دكتور هشام النادي مدير المدارس واكاديميه الجمباز بالنادي الاهلي قال ان فرق الاكاديميه بالنادي معمول لها برنامج فني وبدني مميز جدا. البرنامج الفني معمول عشان ننمي مهاره اللعيبه بالاكاديميه، سواء كانت مهارات حركيه او قدرات عقليه، وده بالاضافه لتدريبات بدنيه تؤهلهم للعب الجمباز. فريق الجمباز من النادي الاهلي يختار افضل العناصر من لعيبه الاكاديميه عشان يضمهم للفرق. خليني اقول لكم ان الجمباز لعبه صعبه جدا. الجمباز عايز مقاومات بدنيه، عايز مرونه بشكل يعني بشكل معين. انا لما بشوف اللاعبات واللاعبين الصغيرين في الجمباز وهم بيتمرنوا بيصعبوا عليا، بيشيلوا اوزان، بيفتحوا حوض بشكل قوي جدا، بيشيلوا احمال. الجمباز لعبه قاسيه والحقيقه الاكاديميه ليها دور كبير قوي. احنا الحقيقه كامله الابطال سجلت لقاء مع طبعا دكتور هشام النادي مدير المدارس، شفنا الدنيا ماشيه ازاي، صورنا التقرير ده، نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. تم اختيار اللاعبين من جوه المدارس والاكاديميات بتاعه التجهيز بتاعه النادي الاهلي، بيكونوا من اعضاء النادي وبيتعمل لهم اختبارات، بيبقى فيها جزء مهاري وجزء بدني وجزء قوام، وبيتاخد افضل العناصر عشان ينضموا لفرق النادي الاهلي، وبيقعدوا فتره تجهيزي لحد ما يلعبوا اول بطوله. الجزء الثاني بيبقى فيه اكاديميه موازيه للفرق اللي موجوده جوه النادي الاهلي اللي تم اختيارها، بيتم عمل اختبارات وتقييم ليها، وبيبقى فيه جزء بيلعب في الفرق بتاعه النادي الاهلي وجزء ثاني بيلعب باسم النادي الاهلي ولكن في الجزء بتاع الاكاديميات. هو يعني الارقام اللي كانت الارقام متغيره حسب حجم المواهب اللي موجود، ولكن في عدد متوسط بيبقى موجود بشكل او باخر في حدود 12 لعيب، والباقي بيتعمل لهم تقييم بشكل معين عشان خاطر ينضموا لاكاديميات النادي الاهلي. السنه دي كانت الظروف مختلفه لان كنا ممرين كلنا بالموضوع بتاع ازمه الكورونا، وازمه الكورونا بشكل او باخر كانت مؤثره شويه بالسلب، ولكن بعد رجوع التمرين وبدايه التدرج بالحمل بتاع التدريب بتاعهم لحد ما وصلوا ان هم استعادوا جزء كبير من لياقتهم، بقى الموضوع افضل شويه لان ازمه الكورونا اثرت على لياقتهم البدنيه واثرت على حالتهم الجسميه، ولكن بعد ما حصل تحسين وتطوير للموضوع ده ابتدى عمليه مراجعه الاختيارات لحد الوقوف على افضل العناصر اللي اتاخدت، وهم دول اللي اتاخدوا وبقوا موجودين في الفرق السنه. احنا عندنا التمرين بيبقى 3 مرات في الاسبوع، يوم السبت، يوم الاثنين، ويوم الجمعه. عدد الاكاديميات التجهيزي والمدارس وصل لحد 120 لاعب ولاعبه بعد ازمه الكورونا، وده رقم يعني يعتبر كويس جدا في ظل الظروف اللي موجوده. ده معناه ان الناس عندها ثقه في جهاز الجمباز وعندها ثقه انها تتمرن في النادي الاهلي. شكل التمرين في الاصل بيبقى جزء كبير بدني عشان الاطفال تكتسب اللياقه البدنيه ويتحسن شكل الجسم بتاعها، وبيبقى ليه بعض اهداف مهاريه تمهيد للالتحاق بالفرق بعد كده. فهو في جزء بدني وفي جزء مهاري عشان في الاخر الطفل يبقى بيلعب رياضه وهو صحته كويسه ويبقى قوامه سليم ويقدر يعمل المطلوب منه. بناخد الطفل تقريبا من 3 سنين 3 سنين ونص، بيجي هنا بيجرب التمرين وبيشوف الموضوع، واحنا بنحاول نحتويه لان الاطفال في البدايه بتبقى الموضوع بالنسبه لهم مزعج شويه، مش هيبقوا واخدين على النظام، ولكن يعني الناس الموجوده او المدربين الموجوده والجهاز الفني مؤهل ان هو يبتدي يتعامل معاهم ويحاول يحببهم في الجمباز ويحاول يشدهم ان هم يبقوا موجودين جوه التمرين بشكل فعال، وده بيحصل بشكل تدريجي لحد ما الطفل يقدر يتعود. فحضرتك لو في اي حد موجود بيجي وبيطلب ان هو ينضم، واحنا بنقسمه
مجموعه على حسب المرحله السنيه وهو موجود فيها، وكمان على حسب قدراته واستعداداته. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين في التقرير الموضوع صعب، الجمباز لعبه صعبه، وشفتوا الدكتور هشام كان بيقول ان اللاعب يجي 3 سنين ونص. انتوا متخيلين يعني ايه 3 سنين ونص عشان تقول له اعمل وما تعملش وتحمل الام الاسترتشنج للعضلات والكلام ده كله؟ لعبه صعبه ولعبه عشان تقيل فيها لعيب الحقيقه بمنتهى الصعوبه، وكنا حريصين نكون مع الاكاديميات عشان تشوفوا الجهد المبذول داخل النادي الاهلي. الحقيقه هنروح لخبر يعني بيدل على دور النادي الاهلي الكبير في الرياضه. طبعا رباعي، النادي الاهلي بيجدد لرباعي العاب القوه. الرباعي مين هم؟ ايهاب عبد الرحمن لاعب الرمح، وحسن عبد الجواد ومصطفى الجمل لاعب المطرقه، ومحمد مجدي لاعب دفع الجله. خلينا اقول لكم الاربع لعيبه دول مؤهلين يطلعوا اولمبياد، ارقامهم وزي ما بيقولوا استعدادهم يأهلهم يطلعوا اولمبياد، لان خلي بالكم كورونا وقف كل شيء. النادي الاهلي جدد معاهم بناء على توصيات طبعا من الكابتن ياسر داوود رئيس الجهاز، واللي قال ان دول افضل لعيبه في مصر ومحتاجينهم. طب ايه اللي النادي الاهلي بيقدمه؟ اللعيبه دي مرشحه مش بس تتأهل الاولمبياد، منهم مرشحين ياخدوا ميداليه اولمبيه. طب لو احنا تخيلنا كده، لو النادي الاهلي ما تمش رعايه هذه اللاعبين او هؤلاء اللاعبين بشكل يعني جيد وبشكل احترافي، لان خلي بالكم يعني زي ما بيقولوا اعداد لاعب اولمبي ده موضوع صعب جدا، لا النادي الاهلي بيرعاهم وكمان بيعمل لهم عقود، وعقود جيده جدا جدا جدا. فاذا النادي الاهلي بيقدم خدمه كبيره جدا. خليني اقول لكم ولا اخفي عليكم سرا، وده مش موضوع يعني نقدر نخبيه، الالعاب دي او العاب الجماعيه دي نادر لما بتلاقي منها دخل بيجي للنادي الاهلي. يعني مش يعني فين وفين لما تلاقي لعيب بنبيعه، فين وفين لما بيجي مثلا راعي من الرعاه، فين وفين لما تلاقي الموضوع ده. ومع ذلك النادي الاهلي ملتزم التزام ادبي مع كل الالعاب دي، بحيث انه يدعمها عشان في الاخر يصب في مصلحه المنتخبات. الف مبروك، ونتمنى ان شاء الله للاربع لاعبين دول كل التوفيق. بكده اكون خلصت اخبارنا مع النادي الاهلي. عندنا اخبار طبعا محليه هنشوفها، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين معاكم اخبارنا المحليه. لو تفتكروا الحلقه اللي قبل اللي فاتت كنا اتكلمنا عن محمد سند لاعب كره اليد اللي جاله كورونا وبيلعب في فرنسا، بيلعب فريق تيم الفرنسي. للاسف النهارده عاصم مرعي لاعب كره السله ولاعب منتخب مصر كره السله اللي بيلعب في فريق مترو بوليتنز الفرنسي جاله ايضا كورونا للاسف. ده صور عاصم مرعي طبعا لاعب منتخب مصر. عاصم مرعي طبعا كان بيلعب في المانيا، اتنقل لمترو بوليتنز الفرنسي من شهر او شهر ونص، هل العقد لمده 3-4 شهور. للاسف ظهرت عليه الاعراض، عمل مسحه، عنده كورونا. الحمد لله هو يعني بنطمنكم هو خف ورجع بيته، ولكن هو محتاج عمل اخر مسحه كانت سلبيه، ولكن هو رجع بيته ولكن محتاج شويه تحليل زياده وشويه اشعاعات عشان يطمنوا عليه بشكل كامل ويرجع. الغريبه ان الاثنين لعيبه سواء سند او مرعي بيلعبوا في فرنسا والاثنين جالهم كورونا للاسف. الحقيقه الارقام كبيره جدا، والمرض منتشر في اوروبا بشكل عام، وفي فرنسا الارقام الرسميه اللي بيجي لنا من هناك ارقام مرعبه شويه. الحمد لله ان ربنا مسلم مصر بشكل كبير جدا من انتشار المرض ده، والحمد لله ده يعني نعمه من نعم ربنا علينا ان ربنا حافظ البلد دي. ما تقوليش بقى يعني اصله وفصله ومش عارف ايه، هو ربنا اللي ساترها مع البلد دي. طبعا نتمنى الشفاء لكل اللاعبين، يخلي بالهم من نفسهم، خد احتياطاتك خاصة ان المرض منتشر في اوروبا. الف سلام عليك يا عاصم، ترجع بكل قوة ان شاء الله لفرقتك. طيب هنروح للطائرة، يمكن خبر مهم جدا. انتوا عارفين ان كان في اتحاد طائرة صدر ضده حكم مركز تسوية التحكيم الرياضي، تم حل الانتخابات، حل المجلس وبطلان الانتخابات، كان وجه تولى مسؤولية اللجنة المؤقتة الكابتن سامح حمدي، وتولى في وقت عصيب مع عودة الرياضة طبعا. سوري كابتن سامح حمدي شقيق كابتن حسن حمدي طبعا. طبعا أو تولى المسؤولية في وقت عصيب، كورونا، النشاط بيرجع، عايز أحافظ على نشاط منتخبات، إعدادات، الكلام ده كله. طبعا في صعوبات قابلتهم شوية، عملوا جمعية عمومية، الدنيا ماشية الانتخابات،
اللجنه المؤقته اختارت الانديه بميعاد جمعيه عموميه عشان انتخابات مجلس جديد باذن الله. اللجنه حددت يوم 11 ديسمبر هيكون في جمعيه عموميه غير عاديه الاول هيقروا فيها اللائحه، وبعد كده جمعيه عموميه عاديه هيتم فيها الانتخابات. باب الترشيح اتفتح من امبارح لغايه يوم 6 نوفمبر، هيترشح رؤساء حسب لائحتهم بقى، اذا كان في امين صندوق، اذا كان في اعضاء مجلس اداره. الترشيح اتفتح لمده 6 ايام. ان شاء الله اكيد هيكون كابتن سامح حمدي معانا في الحلقات القادمه، لانه الحقيقه تولى المسؤوليه فتره حرجه جدا جدا جدا، وعدى بالمركب لبر الامان. وعلى فكره هو مش نازل الانتخابات، وكان الشرط الاساسي لهذه اللجنه زي اللجنه الخماسيه في كره القدم ما تنزلش انتخابات، تدير الانتخابات ولكن ما تنزلش الانتخابات عشان الشفافيه، وعشان ما يتقالش ان الناس دي بتدير او بتظبط الانتخابات لصالحها، وده كان شرط اساسي. والحقيقه كابتن سامح تقبل المهمه بكل يعني شجاعه، والحقيقه وصل خلاص لبر الامان، الدنيا هانت. 11 ديسمبر ان شاء الله سيتم تسليم الاتحاد لمجلس جديد منتخب. طيب هنروح للجودو. الجودو بيعسكر في اوزبكستان. طب ليه اوزبكستان؟ عارفين الدول دي اللي هي طاجيكستان واذربيجان، والدول دي كلها في المصارعه جامدين قوي، وهم اللي بيتصدروا العالم في المصارعه. المنتخب رايح اوزبكستان عشان يعمل منتخب الجودو، عشان يعمل معسكر استعدادا لبطوله افريقيا اللي هتكون في شهر 12 اللي جاي في جزيره مدغشقر. خلي بالكم الجودو برضو من الاتحادات واللعبات المهمه جدا عشان ميداليات اولمبيه. وكمان الاتحاد بيدور على معسكر تاني، لان احتمال ما يبقاش المعسكر ده كافي. كل التوفيق طبعا لمنتخب الجودو. وكده اكون خلصت اخبارنا المحليه، هنروح طبعا للاخبار العالميه. انتوا عارفين دلوقتي التنس، احنا قلنا يعني الاخبار العالميه احنا بنجيب لكم الاهم، التنس الارضي، الباسكت بول، يعني بنجيب لكم الاحداث اللي بتهم القاعده العريضه من عشاق الرياضه في مصر. يمكن دلوقتي التنس الارضي بطوله فيينا في النمسا هي اللي بتتلعب، وفي ابطال كتيره بتشارك. يمكن عندنا البريطاني دان ايفنز يتاهل للنصف نهائي بطوله فيينا المفتوحه للتنس، طبعا بعد ما فاز على البلغاري ديمتروف، وخلصت النتيجه بمجموعتين لمجموعه واحده. شفنا يعني في اللعبة دي شفنا ديمتروف وهو بيحيي دان على الكرة اللي عملها لوب من فوقيه، يعني الروح الرياضية جميلة، حس ان اللعبة حلوة فسقف له. والتنس من لعبة العظماء الحقيقة، بتلاقي فيها مشاهد من دي كتير جدا. في مفاجأة من العيار التقيل حصلت في البطولة دي. انتوا عارفين طبعا نوفاك المصنف الأول العالمي، رقم واحد على العالم، خسر بشكل غير طبيعي دراماتيكي غريب. خسر من سونيجو، وأطاح بيه. الغريبة مش إنه كسبه سينيجو 2-1 2-0، لا 6-2 6-1، نتيجة تقيلة جدا على نوفاك. وبالمناسبة نوفاك حتى بعد المباراة دي ما خسر في دور الثمانية، ده هو بيستيل أو مازال بيتصدر التصنيف العالمي.
واضح ان بس مش احنا اللي مصدقين، يعني احنا مش مصدقين بس، ونيجو نفسه مش مصدق انه كسب نوفاك. شفتوا الماتش كان عامل ازاي؟ ده ولا تنس الطاوله، وكمان مدربه مش مصدق. يعني الحقيقه الغريبه مش بس مكسب طبيعي، مكسب 6-2 6-1. الحقيقه نوفاك الدنيا مش مظبطه معاه السنه دي بعد ما كورونا رجعت، يعني بطوله امريكا خرج منها للاسف بشكل لما رمى الكوره وجت في عين الحكم، والبطوله دي كمان الحقيقه الدنيا مش مظبطه معاه. بس نوفاك يعني الحقيقه نتائجه قويه ومش هيتزحم التصنيف العالمي بسهوله او صداره التصنيف العالمي بسهوله. طيب هنروح لكره السله الاوروبيه. خليني بس اقول كلمتين قبل ما ننزل لحضراتكم. دوري بطوله اوروبا بيتلعب دلوقتي، دوري كره السله لبطوله اوروبا بيتلعب دلوقتي. الغريب ان السنه اللي فاتت اتلغى نتيجه كورونا. في شهر مارس خدوا قرار بالغائه. خليني اقول لكم سريعا البطوله دي عباره عن ايه. البطوله دي 18 فريق بيشاركوا فيه، ومن اقوى 18 فريق في اوروبا، وبيلعبوا دوري رايح جاي تمام، وبعد كده بيحددوا الترتيب، وبعد كده يلعبوا دوري اقصائي. خليني اقول لكم ان اقوى فرق دلوقتي مين؟ فرق تركيا، فرق اليونان، فرق صربيا، فرق روسيا. الغريب انه الفرق دي هم اللي بيتسيدوا دلوقتي بطوله اوروبا. النهارده جايبين لكم بعض النتائج. انت بتلعب ما انتش عارف مين هيكسب. يعني مثلا برشلونه كسب باسكونيا النهارده بنتيجه قد ايه؟ 72-71. انتوا متخيلين النتيجه عامله ازاي؟ ماتشات على اعلى مستوى. عايز اقول لكم ان اللعيبه اللي بتشوفوهم دول بيبقوا لعيبه ام بي اي، وبييجوا يعني فول ده لعيب ام بي اي وجه اوروبا عشان يلعب فتره قصيره ويرجع. حاجه اليوب، حاجه جميله يعني بصراحه. يعني بطوله اوروبا دي حاجه بتمتع يعني باسكت بول. انا عايز اقول لكم المتعه بتبقى فيه اكتر من ام بي اي، لان الدفاع بيبقى اقوى والملعب ضيق. فطبعا برشلونه كسب باسكونيا وحافظ على المركز الثاني في الترتيب، ترتيب ال 18 فرقه المركز الثاني برشلونه. وعايز اقول لكم ان برشلونه كوره وبرشلونه باسكت بيتفرجوا على بعض، يعني تلاقي اللعيبه هنا وهنا بيروحوا يتفرجوا على الماتشات. شايفين الجمال الحقيقه، يعني احنا جايبين هايلايتس بس. الماتش كان ممتع جدا، 72-71. برشلونه كان عامل دور كبير. بالمناسبه الدوري اللي فات او السنه اللي فاتت اللي هو المكملش، كان فريق الاناضول التركي كان في المركز الاول، برشلونه، ريال مدريد، سيسكا موسكو. وبالمناسبه هم دول اربع فرق برضو اللي الدنيا بتدور حواليهم. خيمكي موسكو كسب، ده الخبر الثاني معانا. خيمكي موسكو كسب سيرفينا، والحقيقه الماتش خلص 83-77، برضه 5 بونت او 6 بونت، نتيجه مش كبيره. انا عايز اقول لكم ان خيمكي موسكو ده اول ماتش ليه يكسبه في الست جولات اللي فاتوا. البطوله اتلعب ست جولات لغايه دلوقتي، ده اول ماتش خيمكي موسكو يكسبه وبيحتل المركز ال 13. طيب سيرفينا الصربي في المركز الكام؟ مش بعيد قوي، في المركز ال 12. اهلا بحضراتكم. يعني شايفين المتعه عامله ازاي، الماتشات ماشيه ايكوال جيم. وخليني اقول لكم لحظه خدت بالي منها في الفيديوهات، لما ما بقاش في جمهور بقينا نسمع اللعيبه والكوتشات بيقولوا ايه، لان الصالات المغطاه وكلكم طبعا عارفين الكلام ده بيبقى صوت الجمهور عالي جدا، لان الصاله مقفوله غير الكوره. يعني الكوره ممكن نسمع اللعيبه بتقول لبعض ايه، الباسكت واليد والطايره والكلام ده بيبقى صعب. بقينا نسمع اللعيبه، بقى في متعه اكتر، بتحس ان يعني انا وانا بتفرج حاسس ان انا في الملعب وحاسس ان انا بلعب، لان انا سامع التعبيرات والكلمات، فعارف اللي بيدور ايه.
خلينا نروح للماتش اللي بعد كده. الاناضول التركي فاز على اولمبياكوس طبعا اليوناني. اولمبياكوس عايز اقول لكم الانديه اللي صاحب التاريخ عالي جدا. واولمبياكوس خليني اقول لكم معلومه ثانيه مهمه طبعا قبل ما اقول النتيجه دي. بعد ما اقول النتيجه الاناضول كسب بنتيجه 84-79 وصل للترتيب ال11، فاز على فريق اولمبياكوس في المركز الخامس بثلاثه فوز وثلاثه هزيمه. انا عايز اقول لحضراتكم انا يعني سبتكم تستمتعوا باللقطات، بس سر يعني اولمبياكوس واليونان والدوري اليوناني قوي جدا. سر عشق جمهور اسكندريه لكره السله اليونانيين. اليونانيين لما كانوا موجودين بكثره في اسكندريه دخلوا لعب كره السله، الكلام ده من 100 سنه واكتر، واستمر عشق الاسكندرانيين لكره السله نتيجه وجود اليونانيين. وعايز اقول لكم اليونان الكوره هناك راس براس مع الباسكت، ولا كان عندنا لعيبه، عندنا لعيب مصري لعب في اولمبياكوس كان سمير جوده ولعب في برشلونه كمان، يعني عندنا لعيبه مصريين الحقيقه لعبوا في اليونان. كنا حريصين نجيب لكم طبعا احسن لقطات في الدوري الاوروبي لكره السله. خلينا نروح لخبر مهم، ده خبر الاخير عشان بعديه هطلع لفاصل استقبل ضيوفي فيه. طبعا احنا حذرنا مرارا وتكرارا من المنشطات، والمحكمه الرياضيه الكاس طبعا رفضت التماس اربع لاعبين من روسيا بسبب المنشطات. المحكمة الرياضية الدولية كاس رفضت التماس مقدم من أربع رياضيين روسيين بيلعبوا لعبة الزلاجات على الجليد، وعلى فكرة اللعبة دي أولمبية، علشان ترفع عنهم عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات. المحكمة أقرت العقوبة على ألكسندر زيبوكوف ومعاه ثلاث لعيبة زمايله، واللي كان وقعها عليهم الاتحاد الدولي تهمة تبادل عينات محظورة. زيبوكوف ده كان حقق ميداليتين ذهب لروسيا في الأولمبيات الشتوية اللي اتلعبت في سوتشي الروسية سنة 2014، وهو اللي كان شايل علم روسيا في الافتتاح. شوفوا بس، أنا عايز أوريكم أهمية اللاعب ده. اللجنة الأولمبية الدولية كانت جردت زيبوكوف من ميداليته سنة 2017 واتمنع من اللعب لحد أول السنة الجاية. أنا عايز أقول لكم إن المعركة شغالة ما بين الاتحادات الدولية واللجان والمنظمة الكشف عن المنشطات والكلام ده كله، ومع اللاعبين الروس، لأن الحقيقة ليهم تاريخ طويل جدا في موضوع المنشطات، وبنحذر لاعبتنا كلهم من هذا الفخ اللي ممكن يقع فيه الرياضي ويمنعه من ممارسة اللعبة اللي ممكن 3-4 سنين وبيكون مستقبله انتهى ممكن بغلط صغير. طيب كده أخبارنا كلها خلصت، هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا في الووتر بولو. هيكون معانا طبعا الكابتن وليد وصفي رئيس جهاز الناشئين للووتر بولو بالنادي الأهلي وأيضا مدير فني الفريق 2003، ويكون معانا أحمد ياسر عبد العزيز كابتن الفريق. فاصل وأرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين ومدير فني 2003. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منورنا. الف مليون مبروك. الله يكرمك حبيبي. معايا الكابتن طبعا احمد ياسر عبد العزيز، لاعب الفريق وكابتن الفريق واحسن لاعب في سنه ما شاء الله. اهلا بيك يا ابو ازي حضرتك، منورنا والف مليون مبروك على لقب الفريق ولقب الخاص بتاعك. اعزائي المشاهدين، يمكن بستأذن ضيوفي، احنا جهزنا تقرير عن الفريق ورحلته، نشوف التقرير وارجع لحضراتكم. شباب كرة الماء بالأهلي يهيمنون على بطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي. لا صوت يعلو على صوت أبناء النادي الأهلي في قطاع السباحة وكرة الماء، وذلك بعدما وصل أبناء قطاع ألعاب الماء في النادي الأهلي تحقيق النتائج المتميزة والتربع على القمة، وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي يقدمه جهاز كرة الماء بالقلعة الحمراء، خصوصا في قطاع الناشئين بقيادة الكابتن وليد وصفي.
انعكس ذلك بوضوح في تفوق فريق شباب كرة الماء بالقلعة الحمراء مواليد 2003 بعدما تمكنوا من إضافة سطر جديد من سطور المجد الرياضي لقطاع كرة الماء بالقلعة الحمراء بعدما نجح نسور الأهلي في التحليق عاليا فوق ربوع الجمهورية بالحفاظ على لقب بطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي بالعلامة الكاملة ودون خسارة على مدار مشوار الفريق في البطولة. نجح نجوم القلعة الحمراء أثناء رحلة الدفاع عن لقبهم المفضل بطولة الجمهورية في الحفاظ على سجلهم خالي من الهزائم، والبداية بالتغلب على فريق الصيد والجزيرة، ثم نجح نصور الأهلي في التغلب على هيئة قناة السويس والزمالك والشمس والبعادي وستة أكتوبر، ثم تخطى سموحة قبل التغلب على سبورتينج في المباراة النهائية بنتيجة 5-4 لينجح نصور الأهلي في التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، ليرسخ شباب كرة الماء بالنادي الأهلي حقيقة أن البطولة والمركز الأول هو العنوان الأبرز للنادي الأهلي في مختلف الألعاب وخاصة كرة الماء، في إنجاز لا يقوى على تحقيقه إلا أبناء القلعة الحمراء وكتيبة العمل الفني والإداري التي لا تكل ولا تمل في الاجتهاد من أجل الحفاظ على ريادة الأهلي في كرة الماء تحت قيادة وائل عزت مدير جهاز ألعاب الماء ونائبه محمد فاضل ومدير الجهاز محمود حسن ومدحت فرج مساعد مدير الجهاز وليد عزت مدير فني وليد وصفي مدير قطاع الناشئين باسم زنهم مدرب حراس مرمى سامح العشري إداري خالد بن عيسى محلل أداء أحمد سمير علاج طبيعي وطبيب الفريق الحسن محمد. الإنجازات التي لا تتوقف لأبطال كرة الماء بالنادي بمختلف فروعها وأبطالها عبر كافة المراحل السنية يعكس مدى اهتمام مجلس إدارة القلعة الحمراء بالقطاع وتوفير كافة السبل لمواصلة تربعه على القمة ورفع راية النادي الأهلي عالية في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية والدولية. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا عايز اقول لكم ان انا بكون اسعد واحد الحقيقه لان برنامجي دايما فيه الابطال ودايما فيه بطولات وقصص نجاح. كابتن وليد يمكن قصه نجاح كبيره سنتين ما شاء الله، يعني حققت ده ازاي؟ فكرت ازاي؟ كنت عارف ان هتعمل كده في سنتين ولا الموضوع ده جه بالنسبه لك فجاه؟ والله لا طبعا احنا دارسين الموضوع لان هي فرقه اصلا يعني مستقبل النادي الاهلي فرقه 2003 ومعهم طبعا 2-1. اهتمينا بالمجموعه اللي موجوده في 2003 واشتغلنا عليهم وربنا كرمنا. يمكن البطوله اللي فاتت الناس اتكلمت ان هي ضربه حظ، يعني هي جت معانا كده يعني. فالسنه دي بقى كان ضغط علينا جامد جدا غير ولا خساره يا كابتن. لا الحمد لله بس لا اصل الناس فاكره البطوله دي، لا انت يعني ابطال من نوع معين، ده ولا خساره سواء السنه اللي فاتت والسنه دي. والسنه اللي فاتت كمان كاس مصر خدناه. الحمد لله. يعني حاجه تشرف. فلا هما الولاد كمان يعني خامه طيبه وبتديهم ما بيقولوش لا بصراحه. طيب. يعني خليني اجي معاك ان انت بتلعب على بطوله وعايز تلعب بطوله، جت كورونا كله قاعد في بيته، عملت ايه؟ لا اشتغلنا بقى على الفيزيكال فيتنس بقى، شغالين ارضي كتير معاهم. كنا بنديهم ببعت لهم على طول تمارين ارضي يشتغلوا خليهم يجروا حوالين البيت. اشتغلنا على الموضوع ده جامد جدا يعني. ويمكن اول ما ابتدينا رجع الكورونا بقى، يعني مش عايز اقول لك بقى خليتنا حوليل. ده حقيقي صحيح. واحمد كان كنت بتلتزم بالكلام اللي بيجي لك في الفيديوهات؟ احمد ولا اكيد التزمت لانه طبعا انت راجل واحد احسن. لا مجموعه بقول لحضرتك ملتزمه جدا باين على احمد الالتزام يعني. وولاد واغلبهم كمان الولاد تالنت يعني موهوبين، فما شاء الله اللي بتديه لهم اللي بتديه لهم بيستوعبوه ان شاء الله، فبتلاقي نتيجه بسرعه ما شاء الله. طب احمد يعني خد احسن لاعب صحيح يا احمد؟ طب قول لي قصته ايه يعني؟ يعني انت خدت السنه اللي فاتت هل نفس الكاس ولا السنه دي بس؟ لا ما خدتش السنه اللي فاتت. بس انت كنت حاسس ان انت رايح يعني؟ كنت بشتغل ويعني واثق ان شاء الله ناخد حاجه زي دي، وكان نفسي ان انا احقق حاجه زي دي مع البطوله طبعا. هو الميزه في احمد ان هو شخصيه في الملعب، ودي يعني نادره في مدير فني ورئيس القطاع حقيقي يعني. فده دي حاجه كويسه في احمد، دي ميزه فيه ان هو بيقود الفرقه بصراحه. ما شاء الله ليه شخصيه يعني، حتى شخصيه ليه شخصيه، بيقود في الملعب في وقت الازمات بلاقيه في ظهري بيساعد زمايله بيكلم زمايله بيحمسهم،
فيعني بصراحه قائد لمجموعه 2003. وانت انت يعني قاصد ده ابو حميد ولا ده يعني تربيتك كده؟ اصل خلي بالك اللي بيبقى عنده شخصيه البطل ده تبقى طالعه من تربيته، فانت قاصد ده ولا هل دي تعليمات من المدير الفني ولا ده بطبيعتك انت كده؟ لا طبعا تعليمات من كابتن وليد وبرضه يا راجل مش عشان لا بقى يعني ماشي هعديها لك يعني. لا بص يعني هو فعلا احنا عندنا يمكن في كره الميه المدربين دايما احنا لما بنركز على المدربين بيبقى هو الواجهه اللي بينعكس عليها الولد. الولد بيشوفك ايه وضعك او قدوته. احنا بنموت يعني صحيح. يعني انا كمدرب لما بقف على حمام السباحه هو بيحس يعني هو يشوف يعني مش عايز اقول لك بنموت على حمام السباحه عليهم بنموت عليهم بنقاتل عليهم والكلام وكل ده طبعا يعني فهو بصراحه هم بيشربوا هو ده فعلا يعني السمات دي موجوده في احمد يمكن من نشاته من ساعه ما طلع ما شاء الله. وهو بيبص على المدربين يبص على الدنيا يبص على الفيرست تيم عندنا برضو في مجموعه محترمه جدا. طب يا احمد انت ابن النادي صح؟ نشاتك في النادي وخدت كل الاعمار السنيه مع النادي. كنت اغلب ووتر بولو بيكونوا سباحه وبعد كده يقلبوا ووتر بولو، انت كنت كده ولا من الاول ووتر بولو؟ لا انا كنت في الاول كنت عايز ادخل سباحه. وبعدين اختي قالت لي في حاجه اسمها ووتر بولو فدخلت وجربت وبعدين بقى واحده على واحده. لا ده احنا نيجي نتكلم بقى معاك ونعرف التفاصيل اكتر، بس اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف قصه ابطال الووتر بولو ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وللمره الثانيه برحب بضيوفي الكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين لكره او ووتر بولو او كره الماء وايضا مدير فني فريق 2003 وبرحب باحمد طبعا عبد الله احمد ياسر عبد العزيز كابتن الفريق واحسن لاعب في مصر في سنه. كابتن يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على ان احنا واثناء الفاصل كنا بنتكلم على ان احنا في النادي الاهلي ده النادي الاهلي ده بيدينا بوش جامد جدا والله. يعني لسه كنا بنتكلم يعني انا بزرع في الولاد اللي هم انت في نعمه النادي الاهلي دي نعمه ربنا كرمك بيها. الناس بتتمنى تمشي بس تحك جنب السور عشان يقول لك انا جيت جنب النادي او لمست النادي الاهلي، فدي لازم بسها جواهم وبحسسهم بالقيمه اللي هو فيها. لازم يحس بقيمه النادي الاهلي والميزه في النادي الاهلي ان هو دايما بطل. فالولد احنا من صغره انت لازم تكسب يعني انا دي بقى انا دي فيها يعني فش هزار ثقيل قوي في الموضوع ويمكن حتى هم عارفين يعني لما بنيجي بنزل العب معاهم لغايه دلوقتي بلعب لازم اكسب ما بحبش يخسر خالص يعني انت بتنزل تقوم معاهم تلعب بنزل العب معاهم وادغدغ فيهم يا باشا من الكلور شويه انت النهارده لاعب فانا بدغدغهم بنقعد فدي بتتزرع فيهم طالع مدربي مش عايز يخسر يبقى انا مش هخسر بطل هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي ده اللي مزرعه في قلوبهم وفي دماغهم وفي عقلهم يبقى صاحي نايم انا بطل انا ليا قيمه انا بلعب باسم النادي الاهلي حاجه كبيره جدا صحيح لازم تقدر ده يعني صحيح. انا بكلم الولاد ما ينفعش يا ابني تقعد تتخانق مع اي حد او تروح في المدرسه تهزر مع واحد يروح خبطك ولا عامل لا انت خجمه حافظ على نفسك هو مش لازمه هي ربنا انعم عليك بنعمه النادي الاهلي لازم تحافظ عليها وتقدر ده. فهو بصراحة الولاد أو الجيل بتاع 2003 ده يمكن موجودة فيهم كويس جدا بيحافظ على نفسه هو بقى يحكي بقى هو إيه بيوفق إزاي وبيعمل إزاي أنا عايز أعرف منك برضو بعد إذنك كابتن يعني يمكن أحمد أنت الشباب كتير بيشوفونا دلوقتي الأزمة الكبيرة هي الدراسة واللعب بتعمل إيه؟ والله بحاول أوفق ما بين الاتنين طبعا لازم إزاي يعني قول لي يومك كده إزاي؟ يعني أصحى أفطر وكده وبحاول أذاكر مثلا شوية عشان التمرين بيبقى بالليل وارجع دروس ثانويه عامه برضه دلوقتي فبحاول اوفق ان شاء الله. طب وهو يعني في اوقات كان الكابتن بعد كورونا مرنكوا صبح وبعد الظهر يمكن كانت الدراسه ما رجعتش أيوة. ولكن لو في الدراسه عندك تمرين صبح بعد الظهر اكيد بتحاول تعوض اللي يفوتك في المدرسه بتعمل ايه يعني اشرح للناس بالتفصيل. ايام الاجازه بقى ممكن نذاكر مثلا لو في دروس لا بصراحه يعني لا انا وقتي الفاضي بضيعه في اللعب انا بس انا بقول الكلام ده ليه عشان في ناس بتتفرج علينا خلي بالك انت قدوه لمجموعه كبيره من الشباب انه لازم بدل ما اضيع وقتي طب ما اضيعه في حاجه مفيده. طب خليني ارجع لفنيات اللعبه الامور انت مركزك ايه يا محمد؟ وينج وهاف وينج وهاف. طيب يعني حصولك على احسن لاعب ده كان يعني المركز ده في العادي في الووتر بولو عشان برضو الساده المشاهدين المركز ده هل زي صانع العاب مثلا هل زي لعيب سريع مواصفاتك ايه كلاعب؟ الوينج سريع مثلا والهاف هو اللي بيشوط ويخلص وكده يعني انت جمعت بالاثنين يعني صانع العاب فعلا هي القصه كلها زي ما بقول لحضرتك كده هو شخصيه وصاحب قرار في الملعب ما شاء الله. فهو دايما الفنيين لما بيجوا بيختاروا بيشوفوا بيبصوا في في في
مهارة اللاعب وحضور اللاعب وتغييره لسير المباراة. صحيح. فهو أحمد ده كان متميز فيها في أوقات يعني بيطلع لي بحاجات كده بلاقي الدنيا اتشقلبت في الملعب. صحيح. فده يمكن دي مميزاته بصراحة يعني. طب قول يا كابتن بالنسبة للاعبين يعني أنت عندك قوام الفرقة كام لاعب؟ اللي في الملعب 6 وجون والقوام 15 لاعب في الماتش 15 بيتسجلوا. هل الفريق ده في الماتش انا بتكلم في القايمه كلها عندك اللي بيسجلوا في الاتحاد 15 33 لاعب. وعشان كده انا بقول ليه انا بسال انا عارف الارقام بس عايز الناس او الساده المشاهدين يبقوا عارفين 33 لاعب اختار منهم 15 عشان يلعب منهم 6 يعني انا عايز اقول ليه بقول الارقام دي عشان الصفوه واللي بيموت نفسه في التمرين واللي صح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه الرياضه يعني دي الرياضه هتتعب هتلاقي يعني هو فعلا من جد وجد هتتعب وهتشتغل ربنا هيرضيك وهتاخد. صحيح. طب وانت في اختياراتك في اللعيبه بتختار على اساس ايه يا كابتن؟ يعني انت عندك 30 لعيب ده رقم كبير او حاجه و30 لعيب عشان تختار منهم 15 برضو عندك مشكله برضو اكيد يعني طبعا ما يعني بوصل في مرحله وطبعا احنا عندنا خلال الموسم بحاول اللي بيجتهد انا عندي نمره واحد الالتزام يعني الالتزام ده عندي مفروغ منه هو ده لازم انت ملتزم لازم غصب عني هرضيك هبص عليك هجيب عليك كده الناحيه الفنيه هتنزل بقى الناحيه الفنيه طبعا دي بقى اللي هي الماتشات الكريتيكال دي ما فيهاش بقى هزار فطبعا بقى بختار طبعا اللي جاهز بدنيا ونفسيا وكل حاجه بقى يعني ببتدي اشوف اللاعب اللي هيقدر يديني في ماتش فاينل ان هو طبعا بيبقى ضغوط جامد عليه وهو لسه 17 سنه جامد جدا جدا جدا. طب خلينا يا كابتن انا هتكلم مع حضرتك طبعا عن نتائج الفرق الثانيه وفي الناشئين وهتكلم مع حضرتك عن الدرجه الاولى والاداء الكويس اللي ادوه. خلينا نروح لفاصل وارجع لك ثاني يا كابتن اعزائي المشاهدين. نطلع لفاصل ونرجع مع طبعا ابطال كره الماء عشان نبقى عارفين اللي دار في قطاع الناشئين ايه واللي دار في الدرجه الاولى خلال الموسم ايه. هطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن وليد يمكن قطاع الناشئين عندنا ثلاث فرق صحيح اللي هم 2003 و2001 و2005 صح؟ احنا عندنا من اول يعني الموسم ده من اول 2006 لغايه 2001. حلو جدا. عملنا ايه؟ نتائجنا 2001 الحمد لله خدنا تاني يمكن يعني كنا اقرب جدا للفوز في البطوله دي ما يعني حاجه كان بسوء حظ يعني انا حاسس انها مشكله نفسيه شويه مع فرقه 2001 اللي خد البطوله هليوبلس تمام يعني قصدي اقول لك ان احنا داخلين فرق جون و2003 فوزنا الحمد لله 2002 فوزنا برضو 2002 ممتاز فوزنا الاعمار السنيه ماشيه سنه بسنه 2002 2003 4 5 خدنا تاني برضو كنا قريبين جدا السنه دي انا يعني السنه دي انا متوقع ان شاء الله باذن الله 1 2 3 4 دول باذن الله بطوله ان شاء الله السنه اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله الموسم الجاي ده هنبدا باذنك يا رب 1 2 3 4 ان شاء الله في النادي الاهلي. بالتالي برضو يعني صادفنا سوء حظ في الفريق الاول برضو خسرنا من الجزيره 2-1 في البلاي اوف ضربات جزاء يعني بتهيألي برضو يعني الووتر بولو احنا بنشيد بيكم ليه لان انتوا جيتوا من بعيد ودلوقتي ما شاء الله احنا داخلين على منصات التتويج بكل اريحيه. ده حقيقي في قطاع الناشئين بالذات يعني قطاع الناشئين دايما كان هليوبلس متربعه على عرشه ما كانش حد بياخد منها بطوله بصراحه. لا دلوقتي الحمد لله بنخش وقلق ويعني يمكن حتى البطوله اللي هم بيكسبوها بطلع الروح. لا زمان كان الدنيا كانت سهله يعني بالنسبه لهم قطاع الناشئين ده عندهم كان راكب في كل حاجه. لا دلوقتي الحمد لله يعني انا يمكن من مكاني ده بشيد بقى بدور الكابتن وليد عزت. طبعا. مدرب العام يعني مش عايز اقول ايده بايدي يعني انا شايفينه في الصور معاكم لا يعني بصراحه في ظهري وسند وفنيا الله اكبر عليه انا رايي نمره واحد في مصر ما شاء الله فهو وجوده معايا في القطاع يعني هو المفروض مع الفيرستيم لا ده نزل في الفتره اللي فاتت دي معايا في القطاع نفسه اشتغل معايا وانا بقول لك يعني فعلا ايده بايدي ويمكن عملنا زي ما بيقولوا كده يعني جهاز في قطاع الناشئين متفاهم جدا انا وليد عشت عمري يعني ما طبعا خلي بالك النتائج دي اهلي ومنتخبه النتائج دي مش هتيجي كده من الفراغ يعني احنا النتائج دي اكيد جت تخطيط وجت شغل يعني برضو اجي لك يا ابو حميد يمكن اكيد انت ليك مثل اعلى كمين كابتن وليد وصفي طبعا مش عشان قاعد بص يا ابني انت كده ما شاء الله عليك طريقك سالك ساسي يا ابني باذن الله انت طريقك سالك كده وان شاء الله طيب مين بعد كابتن وليد كابتن وليد عزت برضو
انت حضرته وهو بيلعب كده ولا يعني في الاخر شفت شفته وهو بيلعب؟ طيب قول لي يعني هل بتفكر مثلا تطلع جامعه بره؟ لان انا اعرف الوتر بولو ممكن يطلع جامعه، بتفكر في ده ولا ده مش وارد عنك؟ هو طبعا نفسي لو جت الفرصه هدوس فيها ان شاء الله. عندكم بطولات مع المنتخبات يا ابو حميد جايه؟ يعني عندكم افريقيا، عندكم في كاس عالم بس 2001 تقريبا. اه دول اللي هم اكبر منكم. اه اللي اكبر بسنتين. ده كاس عالم احنا بتاهلنا له ولا هو كان يعني نتيجه بطوله افريقيا تاهل؟ طب وانتم مالكوش اشتراكات على مستواكم افريقيا؟ لا 2003 من سنه او من سنتين لعبنا بطوله افريقيا هنا في مصر وكسبنا 2003. طلعتوا كاس عالم ولا ما كانتش مؤهله؟ لا ما كانتش مؤهله، كانت هنا عادي. فاخذنا اول و2003. طب هل عندكم لعيبه برضو يا ابو حميد راحوا جامعات؟ هل في لعيبه انت اكبر منك بسن قريب قريبين من سنك راحوا جامعات ولا احترفوا بره ولا ده؟ في ناس في ناس في الكبار راحوا، واحد من الجزيره اسمه بركات دلوقتي بره ما شاء الله عليه جامعه وعامل مستوى كويس. اه ما شاء الله. طب إيه انت يعني برضو خلينا نقول ان انت اكيد بتروح ماتشات الدرجه الاولى واكيد بتتفرج على اللاعبين وبتاع، مين في الدرجه الاولى برضو شايفه مثلك الاعلى؟ في كابتن كريم جمال ده بحب نفس مركزك. ده فرق السن كبير بينكم وبين بعض. كام سنه تقريبا؟ 10 اكتر. لا هو 93 وانت 2003. يعني 10 سنين. سنين انا بقول يمكن يلحقوا يعني. لا بس هو يعني الاجيال دي مش زينا يا كابتن هيثم. يعني احنا كنا من 15 سنه بندوس. هتلاقي بنحضر يعني انا حضرت اجيال اكبر مني ب 15 سنه وحضرت لعبت وبتاع. طب كابتن يعني احنا طبعا عايزين الوقت يطول ولكن يعني وقت البرنامج ازف، سريعا طموحاتك ايه؟ والله طموحاتي ان نواه المجموعه اللي موجوده اللي هي 2001 و2 و3 يبقى هم دول نواه الفيرست تيم، تستمروا يبقى هم نواه الفيرست تيم، لان هو ده هيبقى الجيل. لان انا يعتبر بطل 2001 و2002 و2003 ان شاء الله، دول لو حافظنا عليهم ان شاء الله يبقى هم دول يكسبوا. شغلك ايه تعدى الاولى؟ طموحاتك سريعا يا ابو حميد. نكسب 2001 ان شاء الله و2002 و2003 واطلع كاس عالم ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو حميد ربنا يحقق لك. طبعا احمد ياسر عبد العزيز لاعب الفريق 2003 بشكرك، نورتينا وشرفتينا، اتمنى لك كل التوفيق. كابتن وليد وصفي رئيس قطاع الناشئين او مدير قطاع الناشئين ومدير فني 2003 بشكرك، نورتني وشرفتني. احنا بنشرف بيك دايما يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، ده انت منور البلد. مثل وقدوه طول عمرك. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر والف مليون مبروك. اعزائي المشاهدين هكذا انتهت قصه الوتر بولو سريعا، ولكن ان شاء الله تابعونا باذن الله الحلقه القادمه هيكون معنا قصه جديده وبطل جديد، والحلقه الجديده احنا مجهزين لكم ان شاء الله مفاجاه، تابعونا في الحلقه القادمه من الابطال. شكرا جزيلا والى الحلقه القادمه باذن الله.